قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حربا شاملة في الشرق الأوسط ليست في مصلحة أحد، مشددا أن حلا دبلوماسيا لا يزال ممكنا لتحقيق السلام في المنطقة. جاء ذلك خلال خطاب بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي أكد خلاله أن واشنطن تواصل العمل مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن. في خطابه الرابع والأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كرئيس للولايات المتحدة، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن العالم اليوم عند نقطة تحول مهمة، وأن القرارات التي سيتم اتخاذها ستحدد مستقبل العالم لعقود قادمة، مؤكداً على التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم ميثاق الأمم المتحدة، وداعياً إلى تعزيز التعاون الدولي في التعامل مع التهديدات الراهنة ومواجهة التحديات لبناء مستقبل أفضل للجميع. وعن ملف الحرب في الشرق الأوسط قال الرئيس الأمريكي في كلمته: Now is the time for the parties to finalize its terms. الآن هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم وضمان أمن إسرائيل وتخفيف معاناة المدنيين في غزة وإنهاء هذه الحرب. إن حربا شاملة في المنطقة ليست في مصلحة أحد، والحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا ويظل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الدائم، وهذا ما نعمل بلا كلل على تحقيقه. يجب علينا أيضا معالجة تصاعد العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية وتهيئة الظروف لمستقبل أفضل بما في ذلك حل الدولتين، حيث تتمتع إسرائيل بالأمن والسلام والاعتراف الكامل والعلاقات الطبيعية مع دول الجوار، حيث يعيش جميع الفلسطينيين في أمان وكرامة في دولة خاصة بهم. فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال بايدن إن حرب بوتين قد فشلت في تحقيق أهدافها، مؤكداً على مواصلة الولايات المتحدة دعم أوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي على أراضيها. أما عن الحرب المستمرة في السودان، قال الرئيس بايدن: The world needs to stop arming the generals. يجب التوقف عن تسليح طرفي النزاع في السودان، وعلى المجتمع الدولي التحدث بصوت واحد والقول لهما: توقفوا عن تمزيق بلدكم، توقفوا عن حجب المساعدات عن شعبكم، انهوا هذه الحرب الآن. هذا وجدد الرئيس بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لإصلاح النظام المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن لجعله أكثر شمولاً وانعكاساً للعالم الذي نعيش فيه، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع أسس وقواعد دولية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. من مقر الأمم المتحدة، توني نداف، الحرة، نيويورك. ومعنا من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مراسل الحرة ميشيل غندور. ميشيل، أهلا بك. في البداية، ما هي الأصداء ميشيل عقب هذه الكلمة للرئيس بايدن والتي ركز فيها على النقاط الساخنة اليوم في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا كذلك، ولكن ربما النقاط الساخنة حاليا في لبنان وغزة؟ يعني كل الدول منشغلة في البحث عن حلول للمشاكل والتحديات العالمية الكثيرة، كل دولة لها مشاكلها وتحدياتها المختلفة، ولكن بشكل عام الرئيس بايدن أراد من خلال هذه الكلمة التي ألقاها وهي الأخيرة له قبل أن تنتهي ولايته والسنة الرابعة من ولايته في كانون الثاني المقبل، أراد من خلال هذه الكلمة أن يحدد معالم السياسة التي اتبعها طوال السنوات الأربع الماضية، وقامت هذه السياسة على التعاون مع الدول والشركاء وتعزيز التحالفات من أجل معالجة المشاكل والتحديات العالمية الحالية والعمل على مواجهة التحديات العالمية المقبلة، وهذا ما بحثته بالطبع قمة المستقبل التي عقدت على مدى يومين هنا في مقر الأمم المتحدة وشارك فيها العديد من الدول في العالم. الرئيس بايدن أراد أيضا التأكيد
أنه عمل خلال هذه السنوات التي عمل فيها كنائب للرئيس وكرئيس أن يعالج المشاكل في العالم من خلال إنهاء الحرب في العراق عندما كان نائبا للرئيس وإنهاء الحرب في أفغانستان عندما أصبح رئيسا، وأنه لا بد من العمل على الحلول الدبلوماسية لمعالجة المشاكل الحاصلة إن كان في غزة أو بين إسرائيل وحزب الله أو في السودان أو الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأكد الرئيس بايدن أنه لا بد من دفع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة من أجل إنهاء النزاعات في الشرق الأوسط والعودة إلى السلام وتحقيق حل الدولتين للفلسطينيين، وشدد أنه سيبقى ويعمل على الضغط على الأطراف مع مصر وقطر من أجل تحقيق الهدنة في غزة التي تؤثر على التوتر والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله وعلى التوترات الحاصلة أيضا في الشرق الأوسط. نعم، أيضا أخيرا ميشيل، ما المتبقي من هذه الدورة؟ ما الذي تم الإعداد له خلال الأيام القادمة بعد يعني غالبا نهاية هذا اليوم؟ يعني الجمعية العامة تواصل أعمالها، الرؤساء والقادة يواصلون إلقاء كلماتهم خلال الأيام المقبلة، هناك اجتماعات تعقد على هامش هذه الجمعية يعقدها الرئيس بايدن مع مسؤولين دوليين ويعقدها أيضا وزير الخارجية مع مسؤولين آخرين. من بين اجتماعات ستعقد غدا بين وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، هناك اجتماع وزاري سيعقد بين العديد من الدول بينها الولايات المتحدة بشأن الوضع في السودان، هناك جلسة لمجلس الأمن تعقد غدا بشأن الوضع في لبنان، هناك جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم بشأن الوضع في أوكرانيا، جلسات عدة إن كان هنا في الأمم المتحدة في مجلس الأمن وخارج الأمم المتحدة لمتابعة القضايا العالمية، ويحتل الوضع في لبنان والوضع في غزة والحرب الدائرة هناك إضافة إلى الحرب في السودان والحرب بين روسيا وأوكرانيا أولوية. نعم، في هذه المباحثات الجارية. شكرا جزيلا ميشيل غندور، مراسل الحرة من نيويورك من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.